في تموين وين التموين؟ في تموين. الله يعيننا. الأسعار غالية كثير. قالوا حكوا ما في داعي نزيد. الله يعين البشر وبس. أسعار غالية، دواء غالي، سفر للأولاد اللي عنده طلاب جامعات شو؟ سويت العالم سوي. على مدة عدة أشهر تشهد الأسواق في محافظة طرطوس ارتفاعا متواصلا في الأسعار مع غياب لدور عناصر حماية المستهلك، مما سبب فروقات سعرية واضحة بين المحال التجارية وأسعارا بعيدة عن النشرات التموينية. بيجوا بس ما كل الأسعار ميلة فوق هذا ما في شيء يصير جديد. يعني المصدر ما نجيبه من التجار غالي، أجار النقل غالي، والناس المشترى صار تحت النص وأقل من تحت النص. إذا في دار للتموين بيجوا بيطلع التموين بيعمل جولي، إذا حدا اشتكى إذا حدا عمل بيردوه ما بعرف بيحمله بضرري. الأسعار نفسها كل يوم تاخذ القطعة اليوم بألف، على بكرة ب3000، بعد منها ب15، ما بتعرف ليش. شو إحنا بدنا نحاسب التموين؟ كل ما تجي على مكان بيقول لك شكل، شو بده يعمل التموين يا أخوي؟ الشعب كيف بده تعيش؟ والفقير كيف بده يعيش؟ ما في يعيش، كله دمار والله. التموين يعني ما عم نشوفه بالمرة، ولا عم نشوف الناس تحكي إنه عم بيطلعوا يخالفوا حدا، ولا أسعار كل واحد عم بيبيع على كيفه. بتعرف حال المواطن كتير صعب هالأيام، يعني أكلة الفقير البطاطا والشغلات هاي 5000. أبناء المحافظة كسائر المحافظات السورية يعزون هذا الوضع للوضع المعيشي وضعف الرواتب والارتفاعات المستمرة بالأسعار. رعدنا على المؤسسة يشتري هلا خنازات بالسوق العادي 24، من مؤسسة الدولي 25. رعدنا نجيب برغول، ما في برغول عندها. شو في عندك لك؟ ما عندنا شيء، عندنا طو. ايش خد الطو؟ 12-13. من مؤسسة الدولة ايش خد؟ 15. ليش؟ بدي اعرف ليش؟ ما في تمويل. لانه الاسعار فيلتي فلتين، كل واحد بيسعر على كيفه. تاخذ البندوره كذا سعر والخيار كذا سعر. التموين ما عم نشوف حدا من التموين ابدا. ما عم نشوف حدا من التموين، يعني كان نزلوا الاسعار، كان كذا شغلات الى اخره. ما في. العنب 5000 والبندوره 5500، محرة. زياده الرواتب زادوا 100% على الموظف. في عالم كثير اخذي قرض راتبه بتاخذ 25000 بس، وما تحط الزياده، وين الباقي مثلا؟ وما تغطي لاولاد نفقات اولاد مرض، في اكثر في كل بيت في مريضين ضغط، وين الدواء قديش زادت؟ يعني يا دوب بيقبض الوحده جوزها تحط دواء له وله. بيقولوا حمايه المستهلك، لا والله ما في شيء من هذا ابدا. انه كان حمايه المستهلك، لا 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 لا، وين حمايه المستهلك؟ مين مسؤول عن حمايه المستهلك؟ ينزل على الامر الواقع. يبدو ان قرارات رفع الدعم الاخيره القت بظلالها على حياه الناس، فارتفعت الاسعار اضعافا وغابت الرقابه، وامتهن ضعاف النفوس سرقه ما تبقى من امل في قلوب المواطنين. من طرطوس لقناة سما علي الكنج.